اليوم كنا في الفريق الاشتراكي للمعارض الاتحادية باستقبال اللجنة ديال إعلان تطهير منطقة منكوبة، وهي كانت مناسبة للمناقشة مع الإخوة أعضاء اللجنة على يعني التدابير اللي اتخذتها الحكومة بخصوص هذا الموضوع، يعني بعد الفيضانات الكبيرة اللي عرفتها المنطقة ديال الجنوب الشرقي واللي عرفتها منطقة طاطا بالخصوص، كثير اللي خلفت الكثير من الضحايا. سجلنا ايضا اولا القصور التشريعي اللي كان في هذا الباب بخصوص القانون 110/14، واللي للاسف اليوم امامها التوالي ديال هذه الكوارث الطبيعيه اللي كتعرفها بلادنا نتيجه التغيرات المناخيه. تتبقى ان القانون كيبقى عاجز عن التجاوب السريع مع الناس بخصوص المضامين ديالو، خصها تحيل اليوم، وبالتالي الفريق الاشتراكي كياخذ على كاهيل ديالو انه يقدم مقترح في الوقت السريع. ناقشنا ايضا الامكانيه ديال ان الحكومه تسريع بعد المبادره الملكيه بتخصيص 2 مليار و500 مليون درهم للمناطق المنكوبه، اهم شيء تكون في لحظه الحوادث وحظه الكوارث هو التسريع، بان البرامج الحكوميه والقطاعات الحكوميه تدخل الخسائر، فك اولا على مستوى فك العزله والطرق والبنيه الطرقيه، على مستوى المناطق المائية، على المستوى الفلاحي، ولكن أساسه الكبير واللي مهم هو إعادة إسكان السكان، لأن اللي تلاحظ بالخصوص في منطقة طاطا هو أن الإحصاءات اللي دارت على الناس اللي متضررة من المناطق بالنسبة لمستوى السكن، ما كاين ضحايا كثيرون اللي ما وصلتش لهم هذه العملية ديال الإحصاء، وبالتالي فغيكون عندنا مراسلات بالخصوص الوزارة الداخلية بأن هذا الإحصاء يحاول يحصل هذا الضحايا من جديد وتحيينه، لأن يظهر بأن العديد من الضحايا اللي كانوا بعادوا في مناطق متقطعة هذا الإحصاء ما حصلهمش. الشيء الآخر هو التفكير المشترك بأننا مجموعين بأن على الصعيد الوطني نفكروا في واحد الآليات ديال الحوار المجتمعي، أن في الوقت اللي تتكون عندنا عملية بديل الشعب المغربي عبر على يعني الحركية ديالو والتضامن ديالو أثناء الزلزال أثناء الفيضان أثناء ده، كنعولوا دائما على هذا الروح التضامن تبقى، ولكن مفروض أننا نفكروا بأن بلادنا تكون عندها آليات مؤسساتية قادرة على التدخل السريع بحال اللي كنعرفوه في الوقاية المدنية اللي كتقوم بها أثناء الحرائق وأثناء أهداف سريعة. فوقاية مدنية بالمعنى الاجتماعي الكبير من مجموعة التعمير اللي تسهل على أن الناس أنهم يخرجوا من لحظات الصدمة بسرعة. هذا اللقاء هذا مع الفريق النيابي ديال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب يأتي في إطار اللقاءات اللي كنظموها باسم لجنة نداء طاطا للترافع حول واقع الإقليم. فيه المستوى الوطني اللي تنتكلموا عليه واللي قلنا فيه ضرورة مراجعة تشريع اللي كيأثر الكوارث في المغرب، ضرورة إعادة النظر في السياسات العمومية المنتهجة علاقة بالكوارث واتخاذ هذه الكوارث هذه بعين الاعتبار. فيه المستوى الثاني، أنا دخلت من طاطا اليوم مع الفجر للرباط، أجد بأن هناك إشكالا كبيرا فيما يرتبط بإنصاف الناس من خلال إحصاء الضحايا كلهم ومن خلال تحديد الخسائر كلها. عدد كبير ديال الناس اليوم يشتكون في ربوع الإقليم من عدم إدماجهم ضمن هذه اللوائح، وأنا تنطرح سؤال، إذا كان إقليم طاطا اللي متضرر فيه عدد صغير، كيفاش كنفهموا أن زاكورة على سبيل المثال اللي فيها أضرار ولكن كانت أقل من طاطا فيها 700 ديال الخسائر، بينما في المجموع الوطني كاين 1000 وشي حاجة، مما يطرح سؤال حول المعيار الذي اعتمد. أكثر من هذا، الناس اليوم يبحثون على أبواب الإدارة عن طريقة لأنصافهم إلى الآن، ولا يتم التعامل معهم بالطريقة التي يجب على الإدارة أن تتعامل بها مع الضحايا من أجل إنصافهم ومن أجل فتح باب التعافي كما قلنا. المسألة الأخرى اللي مهمة هو أنه هذه الفيضانات هذه بينت أن أقاليم تقطعت أوصالها في أقل من ساعتين أو 3 ساعات، وأن القدرة على التدخل كانت إلى حد ما قاصرة. بالتالي قلنا البرلمان مجلس النواب عنده آلياته في الطقس وعنده آلياته في رجال الاستطلاع، ولا بد من أن يفتح بحث ذو طبيعة برلمانية ياك من خلال لجان الطقسي أو من خلال لجان الاستطلاع باش نعرفوا شنو اللي وقع
هذه البنيات التحتية ما طبيعتها، ما مدى احترامها لدفاتر التحملات، ما مدى احترام المراقبين لعملهم، ما مدى وجود سياسة تتبع من عدمها إلى آخره. والأساسي اليوم بالنسبة لنا في هذه المرحلة اللي احنا فيها هو أنه ننسق، وقد اتفقنا مع الفريق النيابي على أن كل التفكير الوطني سواء في التشريع أو السياسات العمومية يجي من التحت. داكشي علاش غادي يشاركوا معنا في اللقاء ديال امشاوار، وهو جلسات تشاورية في إقليم طاطا ستنظم يوم 26 و 27 أكتوبر، وسيكون الفريق النيابي الاتحاد الاشتراكي فاعلا فيها من ضمن فاعلين كثر، فيهم أحزاب، فيهم نقابات، فيهم خبراء إلى آخره، صحبة المواطنين والضحايا للإنصات إليهم وللصعود إلى الرباط برؤية مرتكزة أساسا على الإنصات. هذا اللقاء الذي عقدناه اليوم مع الفريق الاتحاد الاشتراكي المعارضة الاتحادية لمجلس النواب يأتي في سياق الترافع الذي تقوده اللجنة مع مجموع التنظيمات السياسية ومجموع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وجمعيات المجتمع المدني. الهدف منه أولا تسليط الضوء على واقع الفيضانات، تسليط الضوء على واقع المعاناة التي تعيشها طاطا ومن خلالها التي تعيشها مجموع مناطق المغرب. والحديث هنا أساسا تركز ليس فقط على طاطا ولكن كذلك على ضحايا زلزال الحوز الذين لا زالوا يفترشون العراء، وكما لاحظنا جميعا الفيديوهات القادمة من جبال الحوز والفيديوهات القادمة من طاطا، من صحاري طاطا، التي تعكس وضعا تحللت فيه الحكومة من الالتزامات السياسية والالتزامات الاجتماعية والاقتصادية. للأسف رئيس الحكومة لم يعلن، لا زال لم يعلن لحد الآن منطقة طاطا منطقة منكوبة، لا زال لحد الآن يعيش تدبيرا عشوائيا، حيث الناس لا يعرفون الآن ما هي التعويضات، ما هي مقدارها، ما هي المعايير. هناك تشكيك كبير من طرف الناس ومن طرف الجمعيات هناك حول نسبة الضحايا المعلن عليها. هناك أولا نسبة الدور الأيلة للسقوط، الاعتقاد على أنه أكثر من الأرقام المصرحة. كذلك هناك غياب وضوح في طريقة الدعم وطريقة توزيعه. اللقاء مع الفريق الاتحادي كان لقاء مثمرا، حيث تم اطلعنا على الخطوات التي قاموا بها كما اطلعناهم على الخطوات التي قمنا بها. اتفقنا على رزمانة من القضايا التي سيتم فيها طرح أسئلة كتابية وأطرح أسئلة شفوية. اتفقنا كذلك على دعم الفريق الاتحادي للقيام بمهمة استطلاعية في المناطق المتضررة من الفيضانات. ثم اتفقنا كذلك على مشاركة الفريق الاتحادي في مجلس النواب في اللقاء الذي سينعقد بمنطقة طاطا، لقاء أمشاور، حيث سيشاركون فيه بكثافة سواء بنوابهم أو بمستشارين في مجلس وكذلك بالمستشارين في الجامعات الترابية. واتفقنا، وهذا هو الأكثر أهمية، اتفقنا على إمكانية عقد لقاء خلال الشهر المقبل حول تدبير المخاطر وتدبير الكوارث وتدبير الوضع الناتج عن التغيرات المناخية. هو لقاء الذي سيعقد على إما في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين، والذي سيكون لنا هو فرصة للتداول حول الإصلاحات التشريعية والقانونية وكذلك حول المعايير المفترض أن تقوم بها الحكومات وليس فقط هذه الحكومة تجاه الضحايا. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.